السلام عليكم خوتنا احبابنا الناس اللي كنبغيوكم بزاف خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وكاع خوتنا المسلمين بدون استثناء. اليوم جيناكم بواحد الفيديو اللي كنتكلموا فيه على واحد المشكل اللي عند ساره واللي مشكل اللي شويه قاسح شي شويه. وقبل ما ندوز لهذا المشكل هذا عندي واحد العتاب، ولكن عتاب هو عتاب ديال الاحبه ماشي عتاب ديال ما عرفتش واش غنقول لكم. غير بالنسبه للفيديو الاخير، فيديو اللي حطيت فعلا انا كنحسن عند الصديق ديالي اللي هو عبد الكبير، راه معروف كاين في بوسكورا حدا الجندارم. تقريبا دابا اكثر من 22 عام وانا كنحسن عنده. كنت ساكن في كازا ولا اور كازا ولا لي فرونتيير ديال كازا، كنت سوا كان السكن ديالي كندير مع رونديفو كنحسن عنده. غالبا انا كنحسن عنده بالليل، فهمتيني، يجي عندي للدار يمشي عنده للدار، يا في المحل عنده، يا في رمضان يا غير رمضان نقدر نحسن مع 12 الليل مع وحده مع جوج، لا في رمضان غير رمضان. هذه بين قوسين باش نقول لكم ودي راه فعلا كيف انا نفطر، ولكن راه ماشي على اي. نرجع للموضوع ديالنا وبغيت نخلي ساره هي تتكلم عليه. السلام عليكم خوتي، اشخباركم؟ لاباس عليكم؟ دائما تنقول لكم رمضان مبارك يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي، وباش ما تمنيتيو واللي الله يخطيكم علينا. القضيه ديال اللي قال حمزه، حيت شحال من واحد في كومونتير قال لك واش كاين شي واحد حل مول الفطور. هو حقا صاحبو دار معاه رونديفو قال له اجي عندي للدار، داكشي علاش مشى عنده يحسن مول الفطور هو وسفيان. هذه حاجه طبيعيه وعاديه، ما جاتنيش انا شي حاجه. ما علينا اخوتي، اليوم كان عندنا رونديفو مع الطبيبه ومشينا لعندها، وغادي نخلي لكم التحاليل كما خليتو في الانستغرام، نخلي لكم نيت انستغرام ديالي. شحال من وحده ردت البال بان عندي فقر الدم حاد، وزعما تصدموا فيا بزاف، وما خليت ما درت، يا الكبده كليتها، يا عرفتي داك الدوايات شحال من حك شربته وداكشي، وباقي هابط الحديد. ونتمنوا خير يا ربي. قوليني انا ولهذا مشينا عندها وشافت لي كوغاف وداكشي، لقات البنيتات مقبلين وخافت عليا بزاف، وقالت لي هادو مستحيل زعما يكملوا حتى 9 شهور، حيت شحال من وحده سبحان الله العظيم لاحظتها في الفيديو الاخر قالت لي يا ساره راه كرشك طايحه بزاف، راه تقول بحال شهرك الاخر. انا سبحان الله العظيم بحال نبوني في داك الهضره اللي قالوا في الكومونتيرات عليها، زعمت مشيت لعند الطبيبه وقالت لي حقا فيديو الليكوغراف تبين بان البيبي هابط بزاف وطايح لك لتحت وما تنقدرش كاع نتمشى، عرفتي تي صعب عليا الحال، ولا نطلع في الدروج، ولا جاني داكشي مجد صراحه بزاف. راه التوام الله يحسن العون. لا ما ساهلش، وتنصفار وتنخضر وعرفتي وليت تنترعد حداها. ولكن نورمالمون اللي عنده هذا المشكل خصو ينعس قيل على الجنب اليمني، يهز رجليه الفوق، يا كاين شي امور كديرهم باش تعاون راسك. قالت لي ولكن دابا عندي مقبلين، كون زعما ما كانوش مقبلين فهمتي، دابا على سبا يا ربي السلامه، يا ربي السلامه يوقع شي افات. الحمد لله ما يوقع والو ان شاء الله. ايوا نتمناو خير يا ربي. قالت لي غالبا الله خير ان شاء الله. قالت لي غالبا 7 شهور تولدي غالبا. هادشي اللي انا صدمني وخلعني، وقالت لي كيفاش الهيئه ديال البيبي كيفاش دايرين، ونتمنوا خير يا ربي. يا مولانا كريم ودعيو معايا، وكاع اللي عندهم توام وتيهضروا معايا في كومونتيرات يقولوا لي حتى هما شنو واش الاحساس بحالي ولا تنا. لا شوف، اللي عانت نفس المعاناه ديالك تقول لك الطريقه كيفاش كانت كتعامل. تبارك الله، شحال من وحده هضرت معايا في الانستغرام، شحال من وحده كانت حامله بالتوام، وصراحه خديت من عندهم افكار وتنشكرهم بزاف اللي خطيهم علينا. ولهذا الصراحه عاود طلبت مني ندير التحاليل نشوفوا يعني واش تقاد ليا فقر الدم. فقر الدم والخزان. ما يمكنش مازال خصك تاخذي التريتمون ديالك تكمليه. طلبت عندي حتى دابا شهر، قول الاخر شهر 6. ايوا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى فضل من بعد فضل الله ثم فضل ديال الدعوات ديالكم، ندعو مع ساره انها يتمم هذا الحمل بخير وعلى خير، لانني انا يعني كنتسنى داك التوام يخرجوا للحياه ونشوف عويناتهم ونشوف الشباب ونشوف شكون لينا وشكون ليليا. وتنتي كنقول لكم من هذا المنبر، تنتي حاولي تاكلي مزيان وترتاحي مزيان وتبعي النصائح، واي وحده اختي عندك شي نصيحه لساره كتبي ليها. ربما اللي فاتت دازوا في هذا الحمل ديال التوام وعرفوا المواقف والمواطن ديال التعب بهذا الشكل هذا، يقدر يعطيك دي كونساي هكا
باش تحاول حتى هي تكون شويه قويه ودوز هذه المرحله بسلام ان شاء الله الرحمن الرحيم. وانا بعد ثقتي في الله تيق فيكم حتى نتوما غادي تكونوا معنا وجنبنا وكتبعوا معنا خطوه بخطوه ديال الحمل حتى ان شاء الله يخرجوا هاد الوليدات لهاد الحياه هذا ونشوفوهم. وش نقول لكم، وانا راه كنموت على هاد البنيتات هادو اللي في كرشه وحق الله العظيم، وكنحلم بالنهار اللي نشوفهم ويكونوا بناتي بحال الاء كيفاش كنبغيها وكيفاش كنعزها صراحه. وعاود الطبيبه قالت لي عندك بغي يجي مورا، ما بقينا فهمنا حتى شي حاجه. الطبيبه عاود الاخر قالت لي راه بيناتهم خويه، حتى هادي الا عنده اللي عارف هاد القضيه ديال توم يعطيني شي افكار. قالت لك لا، ما بين بنيته وبنيته هي خويط، هذاك ما تيتسماش كل واحد في كيس، تيتسمى بانهم هي خايف بيناتهم، ماشي هما راه في كيس واحد. قالت لي اللي ما تيكونوش في ريجيمو تيكون كل وحده في كيس، كيس هنا وكيس هنا وبيناتهم الكحل، تيبان بان راه كل واحد في كيس. هادي عاود زاد تالي انا راه بقيت فاهمه حتى شي حاجه. قال لي الطبيبه قالت لك هذيك المره ديال بوليكلينيك قالت لك داك الخط كي بحال كي ايه كيفرز بيناتهم، كيفرز بين لا كيفرز بين الحبل السري ديال التوام. هادشي اللي قالت لي، قالت لي هما بغي يجيمو، هما بغي يجيمو. قالت لي اي داك الخيط راه عادي، ماشي زعما كل واحد في كيس. حيتاش بعد حيت مشات تقريبا شي ثلاثه اطباء قالوا لها شوف الخطا واحد كيوقع، قالوا بان عندك توام ولكن كل واحد في كيس ديالو. شافوا داك الخط نورمالمون منين عاود شنا مره اخرى وتحققنا 100% باذن الله انه هو داك الخط غير كيفصل ما بين الحبل السري ديال البيبي الاول والثاني، فهمتيني؟ هذا هو علاش كاين هذاك الخط، ربما كاين خط وكاين خط، هذا خط غير خفيف غير ديال الحبل السري. قالت لي ايوا حتى هذه معلومه الحمد لله زيدوها لي في راسي الا كان شي وحده داز من هذه المعلومه. الحمد لله الوليدات راهم في الكريشه عايشين واكلين شاربين كيعوموا كيبيسين وداك الشيء، راه عايشين الحياه الحمد لله كما هاد الصور يا ربي يا ربي. غير ليسونسيال تصبر انت وتصبري انت شويه وحاولي على راسك والحمد لله راه بقى قد اللي فات. شحال دابا عندك؟ دابا انا دخلت في 6 شهور. 6 شهور دابا داخله، يلا داخله في 6 شهور نورمالمون، واحد 3 شهور ان شاء الله الرحمن غتكوني مع غتكون مع العيد الكبير. هادشي الا ما ولدتش في 7 شهور يا ربي السلام. لا لا يكون خير حتى شي حاجه والله ما دايرين حاجه. لا ان شاء الله الرحمن الرحيم ندعيو معاها ان شاء الله تولد في وقتها العادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن اللي كنقول انا كنتسائل غنشري الحاويه العيد الكبير بجوج حواله ديال السويه ثلاثه يا ربي السلام. والله ماشي جوج ولاد يكونوا ربعه د الحواله وحوليد العيد الكبير. هي خمسه. الله الحمد لله على الوليد بنيتات، الحمد لله على بنيتات يا ربي. كانوا خمسه. اقول لهم بقيت سبحان الله العظيم العام اللي فات في رمضان كنت حامله. فعلا. وهذا العام حامله ونتمناو يا ربي في العيد الكبير نكون ولدت. محال واقيلا ممكن. ان شاء الله غتكون واقيلا وراه عيد كبير. ولدت 9 شهور نكون ولدت. وراه عيد كبير بشويه ربما 15 اليوم هكاك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي السلامه يا ربي. ايوا نتمناو خير يا ربي يوم كريم وما نطولوش عليكم اخوتي ولا فعلا اليوم جينا هذا الفيديو غير باش نقول لكم اخي المستجد ديال ساره. حيت راكم في قلوبنا واي حاجه وقعت قسما بالله تنقولها لكم اللي تتخصني انا وحمزه. اي لا. حاجه نقولوها لكم على الراس والعين. وحنا والله العظيم الا كنبغيوكم وكنتبعوا كلامكم وكنقراو لي كومونتير ديالكم وكنتقادات ديالكم كنديروا بها بعين الاعتبار، وليتو جزء منا وحنا جزء منكم، وكنتم دائما نكونوا معكم ونفرحوكم. وانا بحكم العمل ديالي كنتلاقى مع ناس بزاف يوميا كيقول لي سلم على ساره على فائزه على ميمه جميله. الحمد لله اسره وحده، وكنتمنى للمغاربه الحمد لله كلشي يكونوا بخير وعلى خير وما يخصهم خير. وبغيت نسولكم واحد القضيه حتى هذا العام، هذا العام ماشي تندابزه بزاف. مشيتيش الاحياء الغزاله. لا واخا هكاك، لا لا والله العظيم هذه القضيه حتى انا رديت لها البال، فهمتيني؟ ولكن انا بغيت نوصل واحد الميساج، حيت انا دائما كنبغي نوصل دي ميساج للناس. راه حتى واحد فينا ما صايم بالجميل، راه خصنا نصومو تقربا الى الله. ناس بزاف اللي كيدرسوا مزاعفين، مقلقين. علاش حيت ما كماش؟ لا حيتاش ما عرفتش ما تشنو؟ لا تتبان له غير مرتو فداك النهار. ماشي مساله مرتو، لا كيدير تصرفات في الزنقه مع ناس وظاهره سلبيه كثيره اللي كنسمعوا كلام السوء كيتقال. انا تعرضت البارح واحد جوج شباب مازالين صغار في لاج تقريبا واحد 22 عام 23 عام بالموطور جاو عندي وعيروا الرب وسبوني وما خلاو ما داروا. سبحان الله انا حديت قلت لهم راكم صايمين واتقوا الله وما يمشيو في حالاتهم. علاش اخويا علاش توصل راسك لهذا المستوى؟ بالعكس كن مؤدب، الله يحبك، الناس يحبوك، الوالدين يبغيوك،
ما علينا اخوتي، ما نطولوش عليكم، واللي يخطاكم علينا واللي بغانا نبداو نديروا لي لايف في الانستغرام يخلي لنا لي كومونتيرات، والانستغرام ديالنا غادي نخليه لكم هنايا حيت غنكونوا وجها لوجه انا وحمزه، وكنجاوبوكم طبعا على الاسئله ديالكم، واللي يحب الخاطر طبعا غادي نقولوهم ليكم. ومره مره نبداو نديروا لي لايف في الانستغرام، شكون اللي موافق شكون اللي لا. الانستغرام نخليهم هنا، وراكم حبابنا وعائلتنا، وتقربنا لكم بزاف ومرتاحين لكم بزاف، واي حاجه وقعت لي قسما بالله نتوما الاولين كنعاودها لكم. علاش الصراحه تنقرا لي كومونتير تتبردوا عليا، وكنلقى بزاف ديال الحوايج نستافدها منكم، وتنشكركم بزاف ولا اللي خطيكم علينا، وكنتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم، وكنتمنى هاد رمضان يكمل والله سبحانه وتعالى علينا بالصحه والعافيه والتوفيق. كنقول لكم كنحبكم والسلام عليكم.